رؤية أخرى أيضا تتكلم في الجزائر، لربما إخواني أحد الإخوة أو كثير من الإخوة بيسألوا ما في رؤى عن شعب الجزائر، لربما جاءت هذه الرؤية يعني إجابة لمثل هذا السؤال. يعني الرؤية تتكلم في حال إخوتنا في الجزائر بكلمات تصف، والوصف طبعا يكون للغالبية وليس هو على العموم. تتكلم هذه الرؤى وتقول إنه إخوتنا في الجزائر ذوي قلوب بيضاء وقلوب جريئة وجبارة، ولكن هم بحاجة للتغيير، هم بحاجة للتغيير. يعني لربما كلمة التغيير تحمل على أكثر من معنى، ولكن نتذكر أنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إن شاء الله إخوتنا في الجزائر، إن شاء الله إخواني، يعني هذه بشارة أن لهم قلوب بيضاء وجريئة وقوية.